مساء الخير. نجمة متوهجة في سماء الإبداع وفنانة مثقفة بدأت مشوارها من المسرح الطليعي قبل أن تتحول إلى الغناء والاستعراض، شغوفة بفنها حتى الثمالة وفنانة حتى الرمق الأخير، حيث حلت أو ارتحلت تشع كجوهرة نادرة. معها نودع عاما ونستقبل عاما جديدا، عسانا نستمد من أجراس ضحكتها بعضا من بهجة العيد في زمن صعب وبلاد مخضبة بالدماء. معها أيضا نبلسم جراح الروح بحلاوة الصوت وحسن الأداء، ونصفق بكل ما أوتينا من حب لسيدة ترشح حبا وسحرا وجمالا وإبداعا. أهلا وسهلا بالفنانة النجمة كارول سماحة. أهلا وسهلا زاهي، وبشكرك على المقدمة الرائعة. بشكرك. تستاهلي أكثر من هيك. اسمحي لي لك بالبداية كل عام وأنت بخير لإلك ولجميع المشاهدين. إن شاء الله 2014 بتكون سنة حلوة عليك وعلى كل الناس. وأنا كمان بدي أعيدهم، وسعيدة جدا أني عم بقفل هالحلقة معك لهالسنة الجديدة، ونفتتح حلقة ونفتتح سنة جديدة. أنا أسعد كمان. بدي أقول لك مبروك، مبروك على الزواج، عروس جديدة حضرتك، ومبروك على افتتاح استعراض السيدة. شكرا. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. خلينا بالأول هيك سؤال بالعام كارول، سنة 2013 كيف كانت بالنسبة لك؟ كيف تقيميها؟ بعتبرها كانت سنة الصعوبات، سنة التخبطات، سنة فجأة بعلى وفجأة بنزل من ناحية الضغط النفسي إذا بدك. نعم. بشغلي وبالحياة المهنية كتير. هاي السنة كانت مثمرة جدا لألي، كانت سنة متعبة جدا، بس بنفس الوقت كانت إذا بدك سنة انقلابية بحياتي المهنية، لأنه طويت صفحة وفتحت صفحة جديدة، وكمان بحياتي الشخصية طويت صفحة العزوبية وافتتحت صفحة الكارول المتزوجة اللي حابة تأسس عائلة. إن شاء الله بالتوفيق. رح نحكي عن الصفحتين، ولكن خليني أبدأ باستعراض السيدة اللي ختمتي في سنة 2013 وعم تستقبلي 2014. مستمر العرض بكازينو لبنان لغاية خمسة واحد. أدي نسبة رضاكي عن هالاستعراض؟ اولا هذا حلم قديم، استعراض السيده، وصار لي سنين عم بحضر له، وما بقدر اقول لك قد ايه سعيده بالنتيجه، لانه نحن لا. صرنا عاملين تمديد مرتين لهالاستعراض هيدا، مثل ما هلا تفضلت وقلت مددناه ل 5 جانيوري، لانه عن جد الاقبال من الناس رائع، وهذا بدل انه عن جد الجمهور لما بنقدم له شغل ومضمون جميل ومحترم، الناس كمان هي بتقبلنا بالنجاح وبالتقدير وبيجوا باقبال كبير، فانا كثير سعيده بهالنتيجه وبهالاستعراض. ليش اخترتي هالنوع من الاستعراض؟ هل هو ملل من يعني الحفلات الغنائيه التقليديه الكلاسيكيه، ام حنين لعالم المسرح اللي حضرتك جايه منه؟ اول شيء انا بعتبر شغلتين خلوني امشي بهالاستعراض. نحن بالعالم العربي عندنا بس شيء اسمه المسرح الغنائي، اللي معروفين اهل بيت الرحبان اللي هم اكثر شيء الرائدين فيه لهذا المسرح. هذا نوع من المسرح يعتبر كلاسيكي وموجود بكل انحاء العالم، لكن نحن الشو الفن الاستعراضي عندنا مفقود بالعالم العربي. وانا كان حلمي من ايام المسرح الغنائي لما اشتغلت مع مسرح الرحباني انه يكون في وجود للمسرح الاستعراضي المضبوط والصحيح. فهذا حلم قديم راودني، وكانت جديدة هيدي يعني شكله المسرح الاستعراضي كان جديد علينا. صحيح. لأنه قائم مش بس على حركات رقص أو استعراض، قائم لا على فرقة مباشرة معنا، في بعض الأغنيات مؤديتهم بطريقة مباشرة، طبعا في بعض الأغاني بيكونوا بلاي باك لأنه في رقص عليهم. نعم، في حركة كتير، في حركة كتير. فشكله لهالمسرح الاستعراضي أنا بعتبر أنه هذه يمكن أول خطوة فعلا. نعم، الإخراج للمخرج توني أهوجي، توني أهوجي، تصميم الرقص لمصممين رقص. نعم. من إيطاليا في سامي خوري من لبنان، ومن إيطاليا في المصمم كلاوديو بيرتوليني اشتغل مع زافيريلي، وعندنا كمان ميشيل فاضل الموزع اللي عمل إعادة توزيع للأغنيات. قد ايه كان نسبة تدخلك بشغلهم؟ مش تدخل، كان موجود كل الوقت. بنت المسرح، يعني بنت المسرح وخبيرة وبتعرفي سواء بالمسرح الجدي أو بالمسرح الغنائي مع منصور الرحباني وولاده. أنا ما تدخلت لأن كنت كل وقت موجودة، كل يعني موجودة. كل شيء كنت موجودة فيه، من دقاق عزاد حتى من أول ضربة إيقاع طبلة، ضربة رق،
باستوديو اللي كانوا عم يتسجلوا كنت موجوده. من سنتين كان عندي اول جلسات طويله مع المخرج توني قهوجي لاشرح له عن الكونسبت تبعي، ان كان مع الرقص كيف مش بس عملت له ترجمه لمصمم الرقص الاجنبي، حتى مفوتته بروح الرقصه وكل نعم. رقصه شو هدفها، كل مشهد لازم يكون في وراء هدف، مش بس عم نعمل لوحه جماليه نعم. فتدخلي ما بعتبره تدخل، بعتبر انا دايبه بالعمل ودايبه مع فريق العمل نعم. متماهيه يعني بالنهايه صح. مع العرض اللي هو عرضك. اخترتي له عنوان السيده؟ مش انا اخترت. مين اختار؟ المخرج توني قهوجي. توني قهوجي. البعض انتقد هذا العنوان واعتبر انه هذا حكر، يعني العنوان السيده، لقب السيده حكر على السيده فيروز، على السيدة أم كلثوم، وأنه إيه؟ يعني لا عليك لك شغلة. أنا زي هي ما بعرف ليش دايما عنا نظرة سلبية للأمور، مثل كأن أنا برأيي أنه أجمل عنوان اخترنا، لأنه أنا ما عم بحكي عن السيدة بس، مش عم بحكي عن كارول بهذا العمل، عم بحكي عن كل نساء العالم العربي، وبالعكس حبينا نكرم المرأة العربية ونعطيها قيمة واحترام ونقلها السيدة. فهيدا اللي زعل، بالنسبه للي زعلوا بالعكس لازم ينبسطوا، احنا عم نكرم المراه العربيه بهالعنوان. نعم. على كل حال انا كتبت مقالي عنك عن هالعرض الحلو بعنوان السيده كارول صح. لانك بتستحقي، يعني مش مجامله فعلا، عن جد كان مقال يعني عطى العمل حقه. زاهي انا بشكرك وبشكر عمقك وطريقه نظرتك ورؤيتك وذوقك وتهذيب عينك واذنك اللي هن عن جد لا فعلا انه تسلمي بشكرك. يعني البعض سال وانا منهم كمان انه ليش ما تضمن العرض اغنيات جديده، يعني اكتفيتي باغنياتك 17 اغنيه من اغنياتك الموجوده بالسيديات تبع حضرتك بالبومات. هو كان مفروض الالبوم احساس اللي كان البوم جديد، انا نعم. كان مفروض البوم احساس اللي اديته باستعراض سيدك يكون جديد، بس انا لما سمعت حادث بالصيف تاخر العرض، فصرنا معتبرين كانه الاغاني نعم. صاروا شوي قديمين. هو بالعكس انا قدمت اخر البومي بهذا نعم. الشو واغاني القديمه بتوزيع جديد. اكيد كان مفترض الاستعراض يكون قبل الالبوم، ولكن بسبب اصابه خلال التمارين بالصيف نعم. فتأجل الاستعراض 4 أشهر يعني، وبهالوقت صدر الألبوم ألبوم إحساس صح. الإصابة كارول شو كان أثر؟ أصبتي بوركك؟ كان في نوع بالورك مزبوط، أنا وقعت وصار في نعم. نوع من كسر بالورك. بيستاهل الفن كل هالقد؟ والله إيه بيستاهل لما نعم. بيكون واحد عنده الحلم بيستاهل معاناة، وكل ما الإنسان، أنا قلت جملة بالافتتاح، كل ما إنسان يكون عنده أحلام كبيرة كل ما العرائيل بتكون كبيرة. كل شيء بيستاهل اكيد، وتعلمت منه درس يعني هالشيء. انا حدا كثير بنظم حياته، كثير برسم اهداف، كل اسبوع بحط هدف، كل سنه بحط هدف، كل 6 أشهر تعلمت فجاه لاول مره ما خطط لاكثر من اسبوع، لانه عن جد فجاه في مفاجآت بالحياه، اشياء مش متوقعه، مش الحادثه الجسديه اللي صارت معي قبل الافتتاح باسبوع بالصيف ولغيت كل العرض، كان صدمه لإلي، صدمه ابدا مش حلوه يعني. طيب كيف كان اثر الاصابه نفسيا وجسديا عليك؟ سيء جدا، اصبت باحباط كبير، كان عندي كثير احباط، حسيت حالي انه كل تعبي مثل كانه حدا نعم. اجى وصلت اللقمه للتم، وصل وقت اني انا استمتع بشغلي وبالتعب اللي تعبته كل هالاشهر وهالسنين، فجاه لقيت انه قبل الافتتاح باسبوع نحن اضطرينا نبعث الراقصين نقول لهم رجعوا على البيت، وهن كانوا راقصين اوروبيين، فكلهم نعم. ضبوا شناتهم ورجعوا، كلنا بحاله احباط انه هالعمل ما شاف الضوء ما شاف النور. وبنفس الوقت يمكن قلت بعدين لتكرهوا شرا لعله خير، لانه كان شهر اب شهر الصيف كان كتير مش منيح، حالة سياسية كانت سيئة جدا بالعالم العربي مع وضع سوريا ولبنان، فكان لو صار العرض كان يمكن ما كان رح يجي جمهور يحضرنا، لأنه كان في انفجارات رب ضارة نافعة صح. بس قريت لك هيك جملة لفتت نظري، أنه من خلال هالإصابة تعلمتي شغلي، بتقولي لا سعادة بدون صحة. مزبوط صح، اكتشفتي هذا اكتشفت أنه لقلك زاهي الإنسان أوقات إذا عنده مشكلة بإصبع إيده ممكن يحس إنه نهاره كله انتزع، كيف إذا عنده مشكلة أكبر من هيك بهالدنيا؟ والغريب إنه فترة إصابتي وأنا قاعدة بالتخت، أنا نمت 3 أشهر على ظهري ما بقدر أقوم، كل شيء فيه أنواع وثائقي عن الناس المشلولين المصابين يقع بوجهي بهالفترة، شوف أنا إرادتهم، شوف قوة حبهم للحياة واستمراريتهم، كيف رغم كل شلل جسدي اللي عندهم إياه قادرين يكونوا منتجين هن ونايمين بالفرشة.
فتعلمت قديش عن جد الانسان. فينا نقول تعلمتي منهم. اف كتير. وزاد تعاطفك مع المرضى، مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الناس العاجزين عن الحركة بشكل طبيعي. الانسان لما بيدوق الوجع بصير يحس بوجع على الاخر اكثر. طالما نحن عم نتفرج على وجع الاخرين بنحس معه، بس ما بنعرف شو هي المعاناه الجسديه المضبوطه. لما هي الشغله بتصير معك انت شخصيا بتحس، بتصير تعايش مع وجعه للاخر اكثر بكثير. الله يبعد عنك اي مكروه، وعن جميع المشاهدين وكل الناس وين ما كانوا. عرض السيده اللي مدتيه مرتين ببيروت بلبنان ببيروت على مسرح كازينو لبنان، هل سيكون له عروض عربيه ووين؟ طبعا. وايمتى؟ طبعا انا حلمي بهالاستعراض زاهي، بس لاقول لك الفكره من وين اجت. بال 2007 كنت بلاس فيغاس عم بحضر استعراض سيلين ديون، كنت ماشي بشوارع لاس فيغاس وبشوف بانويات سيلين ديون قبل بسنه عم بيعملوا دعايه. قلت انا مش معقول نحن بالعالم العربي ليش ما في عنا استعراض بيمثل العالم العربي بيكون موجود بلاس فيغاس وبيعيش سنه وسنتين وثلاث سنين. انا هدفي بهالاستعراض ان نطلع فيه على الدول كلها. وعلما انه سيلين ديون يعني من الفنانات الراقيات جدا والمحترمات ونوع غنائها يعني صح. كل فنان بيعمل استعراض بيشبهه على شكله. يعني انا الاستعراض اللي حضرته لسيلين ديون ما بيشبه الاستعراض اللي احنا عاملينه. بس بدي اقول انه انا حلمي بهالاستعراض انه نعمل جوله بالدول العربيه. ان شاء الله رح يكون عندنا جوله بمصر، حيكون عندنا بالامارات، وانا اهم مرحله عندي وعم بشتغل عليها هي يكون عندنا جوله نقعد بامريكا بلاس فيغاس شهرين وثلاث اشهر، مش بس العرب بدي يحضرونا. عم تشتغلي عن هلا؟ أكيد. عم تشتغلي على وهذا كثير وارد هلا حاليا، حتى الجمهور الغربي يقصد هالاستعراض ويحضروا. انا هيدا هدف اساسي حطته. رح تتابعي هالنمط يعني من اليوم ورايح رح نشوفك باستعراضات متكررة بأعمال من هالنوع، يعني على حساب أو مش على حساب، أنه مش بس بحفلات غنائية وغناء على المسرح بالشكل التقليدي مش المتعارف. بالضرورة زاهي، أنا بعتبر الفن هو مسرح هوائي ما فيك تلقطه. أنا فنانة بعتبر حالي دايما ما بأيد حالي بأي كادر، ما بحط حالي بأي كادر، ما بزجن حالي بشيء. ممكن ترجع ما في قالب خلص، ممكن ترجع تشوفني بريسيتال كلاسيك معي وراي شيف معي أوركستر 100 عازف، وما أكون عم بتحرك أبدا ورا ستاند على ميكرو. هذا كمان الكونسرت الكلاسيك ما بيموت شكله، له جمهوره كمان وله ناس وله وقته وأنا بحبه، فأنا بستمتع باثنين. بس أكيد من بعد استعراض السيدة في أهداف أكبر، في تخطيط أكبر، وأنا حدا متجدد دايما، ما بحب مل، أنا حدا ملول من نفسه، بحب جد، بحب كون فنانة متجددة، بحب كون فنانة حديثة، بحب أعرف بالعالم شو عم بيصير، بشرب مثل سفنجة. فأكيد العمل المقبل أنا هلأ بقول لك ما بعرف، بس أكيد رح يكون مختلف عن السيدة. بس متفاعلة مع الأحداث الجارية حولك، مع المجتمع اللي عايشة فيه طبعا، مع الناس، مع يعني بتتابعي. بحب أشرب أشرب الناس شوف شو عم بعيش. الفن مش جزيرة معزولة بالنسبة لإلك عن الواقع، مراية عن المجتمع، مراية عن الواقع. ومشان هيك كمان بحب أقصد إني أسافر وشوف شو عم بيطلع، قصص جديدة بتلبق لإلنا ولمجتمعنا، لأن أنا برجع بكرر إني ما بقلد. هل ممكن نشوفك بعرض يمكن بعد سنة سنتين ثلاثة اللي هن أكثر إبهارا وإنتاجيا، يعني في سخاء أكثر من اللي شفناه؟ لقلك أنا بعتقد إنه أوريدي اللي موجود هلا باستعراض السيدة الناس عم تطلع، اللي عم بحبه إنه في إبهار مش بس من ناحية الشكل والفيزيويال، في إبهار من ناحية استعملنا خيالنا، استعملنا كل واحد منا بفريق العمل استعمل إبداعه وخياله ليعطي أفضل مما عنده. مش بالضرورة أوقات في كتير ناس تعطيهم أموال كتير للإنتاج صحيح، وبيكون ضعيف العمل. طبعا ممكن يكون في بعدين خطوة تانية بعد أكبر وأوسع من السيدة، بس نحن هلأ عم خلينا نفرح باللي عنا إياه هلأ، لأنه عن جد عم بيلاقي نجاح كتير كبير ونحن سعيدين بالنتيجة، يعني عم نفرح باللي موجود. إن شاء الله بتضلي فرحانة دايما. اسمحي لي أتوقف لحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد.
مشاهدينا نتابع بيت القصيد بهالحلقة الوداعية لسنة 2013 بضيافتنا النجمة القديرة كارول سماحة. صفحتنا على الفيسبوك هي بعنوان بيت القصيد، بتمنى من مشاهدينا الانضمام لهالصفحة، وخصوصا ليلي من محبي كارول وبعرف انهم كتار انهم ينضموا لصفحتنا ليتابعوا اخبار مزبوط. البرنامج ويعرفوا مين ضيوفه. هلا وصلنا لفقرة كلام يوصل. كلام يوصل هو عبارة عن شهادات بالضيف بيقولوها ناس بيعرفوه رافقوه مطلعين على تجربته. الكلام الأول بحلقتنا الليلة هو من كلاوديو بيرتوليني. أوكي. نسمعوا سوا. What can I say about Carol? First of all, Carol, she's for me, she's a special woman, and now she's a special friend. Since I knew her, I thought that she was a very nice person because she's very simple, she's very friendly, but first of all, she's a big, big performer. She loves really what she does. She enjoys to be on stage. It was amazing to work with her because it was my first experience to have an opportunity to work with artists from the Arabic world. And really, I really appreciate what she did for me. So, Carol, what can I say about you? I can say always, always nice and wonderful things. I wish you the best for your career, for your private life. Bon courage. I think you will be, now you are a star, you will be a big, big star, not only in the Arabic world, but you will be an international star. A big kiss. Je t'embrasse très fort. It's very difficult to ask a question to Carol Samaha because she's a strong woman. She knows what she wants. But I try to ask you one thing. After this show, Al Saida, for you, it was a dream, and you did it. And Mabruk for that. What do you want to do more? It means this is a big show, but I want to know if you have another idea, if you have another dream, what do you want to do more than Al Saida? شكرا لكلاوديو على مداخلته. ماذا بعد السيدة؟ شو هو حلمك؟ مصمم الرأس كلاوديو بيرتوليني بدي أشكره على كلامه وبدي أقول له أنه إيه، عندي حلم أكبر بعد من السيدة. أنا حلمي أني ما فزت لازم أقوله، انا عاده ما بحب احكي باحلامي، بحب نفذ، بس بحب اشتغل على بصمت. كثير بيهمني اني ارجع اعتبار المسرح العربي مش بس بلبنان، بالعالم العربي. كثير بيهمني انه الناس اللي كانت من زمان حسب ما اهلي بخبروني انه بالستينات وبالسبعينات كان في حركه مسرحيه رائعه ورواد للمسرح كانوا كثير عددهم كبير، فقدناهم والمسرح عم بيموت بالعالم العربي بلبنان بمصر، وانا شيء كثير مزعلني. بدي ارجع عزه للمسرح، وانا حالي ما بقدر اعمل هالشيء. بدي ارجع استعين بكثير مسرحيين، وهالشيء رح تكون انطلاقه من بيروت ومن مصر ومن القاهره، وعن جد على بالي المسرح يرجع عزه. بدي اقدم، عندي كثير اشياء اقدمها للمسرح العربي كثير. الله يوفقك. على كل حال هلا جماعتي مصر ولبنان مزبوط، بحكي سبع على لبنان وعن مصر بنفس الوقت. رح نحكي بهالموضوع، بس قبل، مين من نجمات الاستعراض العربيات هيك بتحبيهم بيلفتوا انتباهك، كانوا دائما يمكن من انت وصغيره لليوم؟ يعني فينا نذكر سعاد حسني الله يرحمها، شريهان الله يطول عمرها، صباح بشكل او باخر فينا نعتبرها نجمه استعراضيه. مين بعد نسيت حدا؟ اكيد نيلي. كثير نيلي قلت انا نيلي. ايه بتعرف زاهي، مثل ما انت قلت في كذا شكل من الاستعراض. في اوقات داليدا كانت تعمل استعراض كان تركيز على صوتها اكثر، شريهان تعمل استعراض تركيز كان على التمثيل والرقص اكثر من الصوت، سعاد كل ممثله او فنانه بتعمل استعراض حسب موهبتها، حسب شو شكل موهبتها. فانا عندي كان تقدير كبير للكاريزما اللي عندها اياها شريهان على المسرح كممثله محترفه وكراقصه محترفه، كان عندي اعجاب طبعا فيها. نلي خفه دمها وخفه ظلها، سعاد حسني هالاكتريس هالممثله اذا بدك اللي عندها بصمه خاصه وطله خاصه كانت باستعراضها. بس هن كانوا فنانات اكثر تركيزهم على التمثيل وعلى الرقص. يمكن احنا هيدا بقول لك انه اشكال الاستعراض بتختلف، انا تركيزي على الصوت بعد اكثر من الرقص. بس ممكن نشوفك باستعراض يعني في غناء ورقص وحوار
بنفس الوقت أكيد ممكن؟ ليش لا؟ هيدا احتمال. أنا لما بدي أحكيك انترناسيونال ما بالفنانات الاستعراضيات اللي أنا عن جد تأثرت فيهم بقول لك لايزا مينيلي، بقول لك باربرا سترايسند اللي تعتبر من أهم وأكبر الأصوات بأمريكا وبالعالم، فهدول كمان نجمات أنا بحب مسيرتهم كثير. أشار كلاودو إلى سعادتك لما بتكوني على المسرح، وفعلا هذا الشيء بيقدر يعني أي واحد هيك عم بتابع مظبوط يلمس بيشوفها بتعابير وشك أنت على المسرح. شو المشاعر اللي بتعيشيها؟ شو الأحاسيس اللي بتعيشيها أنت وعم بتقدمي يعني سواء أغنية أو عرض؟ بعشق المسرح، ما في شيء بحياتي بحبه وعندي شغف. شو السر؟ شو بيعني لك المسرح؟ ما بعرف إذا في ناس بتآمن إنه إذا واحد كان عنده روح سابقة، إذا كان في عنا شيء روح سابقة، بحس كان عندي شيء قبل موجود بهالمكان اللي اسمه المسرح. بس أطلع على المسرح بحس حالي أنا كأني بغرفة النوم، ما عندي خوف. غرفة نومي يعني كيف الإنسان بتصرف غرفة نومه على تجهيزه وعلى طبيعته، بحس هذا المطرح لإلي ملكي، يعني ما بحس بغربة، ما عندي إحساس بالغربة أو بالخوف اللي بحس رهبة بخاف من العالم، لا بحس إني طالع أحضن العالم، عندي شغف وغرام بالمسرح. شو أبرز يعني الصعوبات اللي واجهتك بعرض بالإعداد لعرض السيدة قبل ما انتقل لقضايا تانية؟ يا ساهي كل الواحد بس يعمل مشروع او بروجي عمل فني بيكون عنده طبعا صعوبات وعرائيل، بس انا مثل العرائيل اللي قطعت بهذا العمل ما مرق بحياتي، ما مرق لدرجه. في حدا كان عم بيحط عصي بالدواليب؟ مش حدا، كل شيء كان عم بيحط عصي بالدواليب. الظروف حطت عصي بالدواليب، مشاكل في اساس ما بقدر اقولها على الهواء يعني بصراحه، ما بدي اذي ناس. لا ولا يعني برنامجنا على كل حال، بس كان في عرائيل لا تحصى بالاعداد. كل الناس اللي كانوا بهالعمل كانوا مشارطين انه ما رح يتم هالعمل، وانا اول مره رح اقولها بشركه روتانا، انا بدي اشكر استاذ سالم الهندي وطوني سمعان وفراس الخشمان، هول ثلاث أشخاص حاربوا بكل قواهم ليتحقق هالاستعراض، لأنه في كتير ناس كانوا بقلب روتانا حاربونا، حاربوا بروجي اللي طالع من روتانا. في كتير من أي عالم منطلق حاربوا؟ منطلق قطري، منطلق يعني يمكن بكفي كان الكلام اللي كان ينبس وكان يطلع نيجاتيفيتي انه هذا العمل ما رح يصير وروتانا ما رح يكملوه وهالعمل رح يفشل، ما رح يشوف النور، حتى اذا شاف النور ما رح يجيبوا عالم، ما رح يجيبوا ناس. والنتيجه اللي طلعت سكتت كل العالم صراحه. يعني النجاح اللي عم بنشوفه والتمديد اللي عم نعمله لهالاستعراض سكت كل هالاقاويل عدا العرائيل اللي صارت. بفضل اني ما افوت بالتفاصيل، بس انا شفت عشت معاناة بهذا من كم من ضمنهم هالحادثة اللي صارت معي وتأجيل العرض 4 أشهر. كتير صار في قصص، انا متأكدة انه حدا غيري كان عن جد استسلم للظروف وما كان كفى. هكل حال مثل ما قال كلاوديو كمان، انت امراه قويه، كل ما حدا يستفزني بقوى اكثر، بتقوى اكثر وبصير التحدي بيطلع منك. بحس يعني لما تواجهي تحدي بتصير يطلع منك اكثر. مزبوط، افضل من يعني انا اذا حدا دائما بقول لهم بدكم تاخذوا افضل شيء مني استفزوني تحدوني. توصفي نفسك بالنجمة الحرباء، صحيح الوصف؟ مش والله. أنا أساتذة المسرح ليه؟ وصفوني. ليه بسموك النجمة بالجامعة هذا أطلقوا علي هذا اللقب من قبل ما أكون بمعروفة أو مشهورة بالعالم العربي. نعم، كنت ممثلة بالمسرح الاختباري التجريبي. أساتذتي بالمسرح إن كان في المخرج ميشيل جبر اللي هو أستاذي، أو المخرج التونسي فاضل جعيبي، أو مخرج جواد الأسدي العراقي. الحرباء لاني كنت قدرتك على التلون بالشخصيات، التلون بالشخصيات والتنوع بالشخصيات، في يكون دراميه، في يكون خفيفه انتقال على الكوميدي، في يكون استعراضيه، في يكون كلاسيك. بعتقد هالتنوع بالشخصيات الفنيه والشموليه هو خلوني انه يلقبوني بهال. قد ايه ساعدك هالشيء يعني كونك جايه من المسرح الجدي الحقيقي الطليعي الاختباري؟ قد ايه ساعدك بعالم الاستعراض وبعالم المسرح الغنائي؟ بلعب لعب بس اطلع بالاستعراض، بلعب بحس حالي هيك عم بلعب من الطفله، عم تلعب بروح التشنج وبيجي الاستمتاع واللعب، لانه بحس انه هذا المطرح مطرحي وانا عامله بعتبر حالي عامله ادوار كثير صعبه بالتمثيل، فانا مش رح اجي يكون ما رح يكون صعب علي انه يكون الفتاه الخفيفه اللي بدها تبهج الناس وتفرحهم بالعمل الاستعراضي. قد ايه ضروري وقد ايه حلو بنفس الوقت انه الفنان يضل حامل معه طفولته أو شيء من الطفولة على الأقل بمقاربته للأشياء وبعلاقته بالوجود وبالكائنات مش قد حلو، إجباري
مجبور يضل حامل بطفولته. الفنان لازم يضل عنده قد ما يكون ذكي وشاطر وموهوب، لازم يضل عنده شيء ساذج بشخصيته، لانه السذاجه هي بتجيب الاحساس الصح، الاحساس المضبوط، لازم الدهشه. الدهشه والدهشه، اذا بتروح الدهشه بصير عمل تكنيك مفبرك، والناس بتحس ببروده انت وعم تحضر، ما بتقعد تتعاطف مع العمل. انا بحس في مشاهد باستعراض السيده عن جد في اغنيه مش معقول اللي بعمل عليها مشهد مع الكوب. نعم. كوبات كلها، بحس حالي طفله قاعده باوضتها عم تلعب مع اصحابها وعم بتنط على التخت وتلعب وتفز وتنط. هيدي الطفوله اللي فيي انا بطلعها على المسرح وبعيشها على طبيعتي. انا بعتقد هيدي الغنيه بالذات اذا شافوها الاطفال يعني بهالعرض بحبوها كتير. بحبوها كثير، لان فيها فعلا فيها طفوله. مزبوط. كارول، اسمحي لنا نتوقف للحظات مع موجز اخباري ثم نتابع بيت القصيد. شلتك من قلبي، من عقلي، من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخيالي. شلتك من قلبي، من عقلي، من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخيالي. لا شوق اتعذب يا عمري وضيع عندك عمري، احلم انك قدر كذب على حالي. مشاهدينا، نتابع بيت القصيد مع الفنان النجمي كارول سماحة، أيضا بكلام يوصل، كلام من الموسيقي الأستاذ ميشيل فاضل، نسمعه سوا. كارول سماحة كثير صعب واحد يحكي عنها، وخصوصا انا. كارول سماحة فنانه شامله، فنانه كثير كبيره. اثنين ما في ليميتس معها. ثلاثه مغنى لا يعلى عليه. اربعه بتحلم كثير كبير وبتوصل للحلم تبعها. راجع تسال عني ايه والله كتر خيرك. كارول انا بعرفها بنت مسرح، فاتت على الدومين هيدا وصارت قررت هي تفوت على البوب وتصير سينجر مثل الفنانين، كل الفنانين هلا. ومن وقت انا اشتغلت معها، من وقتها طلعت من مسرح الرحباني، عملنا البوم اضواء الشهره واللي حاز على العالم، الجمهور كثير حبه. احساس كبير ضيعته. وهلا كارول حققت حلمها بالسيده، اللي هو كان حلمها من هي وبنت صغيره. وبهذا الشو اعطتني طاقه ورجعت اخذتها مني، وكمل هيك مكسر الدنيا هلا. احساس كبير. كارول سماحة مجنونه، عنيده بالقصص بدها اياهم، وعم بحكي موسيقيا كمان. صديقه كثير كبيره واحساسها عالي وبتحلم كثير كبير. كارول، لو ما انت كنت فنانه شو بتتخيلي تكوني؟ كل الشكر لميشيل فاضل. صديقي ميشيل فاضل عن جد، وصديق كمان هو، مش بس موزع. في انا بحب الناس اللي اشتغل معك، وفي عندي علاقه انسانيه كثير حلوه وطيبه. نعم. وهذا اللي بيجمعني بميشيل عدا فنه كمان واحساسه العالي. اول شيء بدي اقول شغله، انه انا وميشيل بهذا العمل بالسيده يعني تخطينا اذا بدك الرسميات كثير. نعم. يعني اوقات نجتمع بالبيت بالليل الصبح بعد الظهر قبل النهار بعد صار في نوع من وحده حال فظيع عن جد. كنا وهو لما انا صار معي اصابه بالصيف ما تركني ميشيل فاضل، ما تركني. شفت دموعه نهار اللي اعلننا انه نحن بدنا ناجل الشو، شفت دموعه مقهور كرمالي
لانه بيعرف انا قد ايه هذا الشغل كان عنيلي، فانا بشكره على كلامه. حلوه العلاقات الانسانيه تكون هالقد دافيه وصادقه بين الناس اللي عم يشتغلوا. سالك شو بحب كون لو ما كنت لو ما كنت فنانة؟ صعب هذا السؤال لانه ما بحس حالي بنتمي لا روحيا ولا فكريا الا للفن بصراحه. بس يمكن اذا بدي اقول شيء بعيد عن الفن، المحاماه كانت وارده بالنسبة لي بعد ما خلصت دراستي. كانت شخصيتك القوية ممكن يعني بالمحاماة تنجحي. ايه لا بحب دافع عن المظلومين، بحب انا حدا كتير حقاوي بالحياة، وما بحب شيء اشوف قدامي حدا عم ينظلم حتى من اصغر الامور لاكبرها. بحب دافع عن الحق حتى لو انا بدي اتعرض لمثلا بقول يا عم مش لمصلحتك اسكتي ما تحكي، لا بدي اطلع واحكي عن الحق. طيب هل هالشيء هو سبب الواحد بحس باغنياتك يعني اللي بتابعك مزبوط في انحياز للمرأة، في نوع من دفاع عن المرأة بشكل؟ قلتي انت انه عرض السيدة هو تكريم للمرأة العربية، بس باغنياتك يعني حتى لما بنسمعها منفردة في هيك نوع من عنفوان. ايه عنفوان، اعتزاز بالانوثه، تحدي للرجل بمحل من المحلات. اذا هالشيء صحيح ليه؟ مزبوط. وبنفس الوقت في فنانين بتبعوا هالشي بس بيكسروا بالرجال. انا ما بحب كسر بالرجال لانه انا صورة الرجل عندي بعدها بمطرحة مطرح عالي، وبحب وبحاجة للرجال بحياتي. يعني اول طبعا اول رجال حبيته بحياتي بالمعنى المفهوم اللي اذا بدك هو البي البابا يعني الله يرحمه. فانا بحب الرجل جدا، بس بحب كمان ما بحب إلغاء دور المرأة، وبحب التوازن بين علاقة المرأة والرجل، وبيهمني إني دافع عن حقوق المرأة اللي هي بدت، مش أي مرأة. في نساء هن قبلانين إنه يتنازلوا عن حقوق، أنا هون ما بدافع عنهم. في نساء بيستلذوا بدور الضحية يعني، وبدافعوا عن كونهم ضحايا، إنه بدنا نضلوا ضحية صح بمجتمع ذكوري أبوي إلى آخره. مزبوط. أنا بدي أقول شغلي، أنا بنفس الوقت بحب المرأة يكون عندها توازن بعلاقتها مع الرجل، وبنفس الوقت يضل هو الرجال حضنها. يعني ما بلغي أنوثتها، مني من النوع اللي أنا إنه مثلا بحكي عن علاقتي مع جوزي مع وليد، انا مبسوطه انه هلا صرت مرحله في جزء كبير من حياتي سلمته اياه، بحب هو يقرر عني. انا تعبت اني اكون مراه مستقله، انا تعبت كثير بمهنتي نزاهي، ما حدا ساعدني، تعبت كثير لاوصل لحالي، وكنت دائما احس انه اوقات بدي سند اني اتكي عليه ما الاقي. انت امراه عصاميه يعني، في الواحد يقول هالشيء براحه ضمير. فانا المراه يعني موضوع المراه كثير موجود باغنياتي، بحب كرمها، بحب المراه قد ما تنغرم ما تزل حالها، يضل في عندها عنفوان، يضل عندها كرامتها، في عندها حدود. لا لانه الرجل حتى كمان هو ببطل معجب بالمراه لما بتزل حالها. قلتي له على كل حال باحدى الاغنيات انت حدودك هالارض وانا حدود السماء. صح. هيدي من الفنان مروان خوري استوحيتها من شخصيتك هالاغنيه قد ما بتشبهك. كمان في تناغم بينك وبين مروان، يعني كل الاشياء اللي عملتوها سوا نجحت. صح. كثير في رابط روحي انا ومروان. في بعض الفنانين بحس ما بقدر ما اشتغل معهم، مثل مروان خوري، مثل سليم عساف، مثل ميشيل فاضل، لانه بحس فاهمين شخصيتي، فاهمين الانسان اللي جوا. يعني صرنا بالنظره او من كلمه صغيره بنفهم، نختصر مسافات كثير، وشغل بده كثير وقت ومجهود انا وياهم. ذكرتي زوجك الاستاذ وليد مصطفى، رئيس قنوات النهار المصريه ورجل النهار. اعمال معروف بمصر. انا ما بدي فوت بالخصوصيات ولا البرنامج يعني شغلته هالشيء، بس ما خفتي شوي من فارق التربيه الثقافي المعتقد الديني؟ ابدا. اولا هذا الشيء بيرجع للشخص بحد ذاته. لانه بشكل عام طبعا دائما كل انسان بفضل ياخذ حدا من بيئته، من بيئته، من دينه، هذا شيء طبيعي كلنا هيك. بس بتفرق الامور حسب الشخص اللي بوجهك، حسب تربيته ثقافته. بالنسبه لوليد، اولا وليد عنده خليط الثقافات، بحسه بيشبهني كثير. يعني انا بعتبر حالي مراه شرقيه بنفس الوقت ثقافتي غربيه. نفس الشيء وليد في جزء فتره من حياته كمان درس بامريكا. بالاضافه لانه في خليط من الشرق والغرب بنفس الوقت. هو رجل شرقي وعنده كثير كثير بحبها هيدي الشغله وبحترمها، انكرمه مع العالم، محبته للناس، عاطفته عاطفي، منه رجل بارد، رجل عاطفي، بحب العيله ومتمسك بمرته، متمسك بعائلته، بحب هيدي الأصول الشرقية اللي فيه. وبنفس الوقت اثنينتنا عنا انفتاح بالأديان. يعني أنا طبعا والدي كان من مؤسسين الحزب اليساري بلبنان. نعم. فأنا
ابدا موضوع الدين ما بيشكل الحزب الشيوعي. نعم. فانا ربياني ببيت كل عمري من انا وطفله بفوت علي اديان مختلفه وعندنا زيجات مختلطه بالعائله. نعم. يعني اهلا بالرفيقه كارو. بالرفيقه كارو. لا هو انا ماني ما بنتمي لها صراحه حلقه بس معجب عندي اعجاب ببعض المفاهيم عنده. رح احكي شوي عن علاقتك بالسياسه بعد شوي، بس قد ايه بتشجعي من خلال تجربتك ومن خلال الزيجات المختلطه بعائلتك ببلد مثل لبنان، بشرق مثل المشرق العربي، بالعالم العربي عموما، قد ايه بتشجعي على الزواج المختلط؟ بحب اوجه رساله صغيره. نعم. لانه بعرف في كثير ناس يمكن كابلز بحبوا بعضهم ومش قادرين يمكن يتجوزوا وفي مشاكل بالعيال ما عندهم شجاعه او خايفين من رده فعل العيال. انا بوجه لهم جمله صغيره بقول لهم اهم شيء تتاكدوا انه بالطرفين ما في تعصب. نعم. لانه اذا طرف من الطرفين عنده تعصب خربت القصة، بدها توصل لمطرح بدها تتوقف العلاقه، بدهم يصطدموا بلحظه من اللحظات ابدا اجلا ام عاجلا. صح. فانا مثلا ما في عندي تعصب ولا وليد عنده تعصب. نعم. هذا الشيء سهل، وبالعكس انا بلاقي الطفل اللي بيخلق عند ام وبي دين مختلف في مختلط هذا ولد محظوظ. كيف عم بتشعري تجاه يعني موجات التطرف اللي عم تضرب العالم العربي اليوم؟ اذا كنت ربياني يعني ببيت يساري وضد التعصب وضد بخوفك هالموجات المتشدده؟ مش والله بس بخوفني، انا برايي هذا ضد الدين بحد ذاته. نعم. لانه الدين هو دعوه للمحبه وتقبل الاخر مهما كان، وانا دائما بقول انه الله موجود على راس التله، ما بتفرق أي من أي طريق بتوصل، من أي طريق منوصل. يمكن أنا بشمال ووليد من اليمين، بس مهم نوصل لنفس الهدف اللي هو الله. نحن والمحبة والهيدا، فما بتفرق أي طريق وأي خيار بناخد، مهم نوصل الهدف. نحن وياك على نفس الموجة بهالنقطة. حسيت عم وقع على ورقة حريتي هالجملة لحضرة جنابك، أنت وعم بتوقعي على عقد الزواج المدني. صح. زواجتي زواج مدني. مزبوط. ليش حسيتي عم بتوقعي على ورقة حريتك؟ لقلك زاهي وهالقد سهل تتخلي عن حريتك يعني. حسيت حالي أنا عم بمضي الورقة استحقيتها، ما كنت أبدا خايفة ولا حس شيء، بس نهار مديت ورقة الزواج حسيت برعب بلحظة أنا عم بمضي. لأن زاهي أنا امرأة كنت كل عمري إن كان بشغلي أو كنت عم بشت قراراتي لوحدي، كل ما خطت لشيء انا بقرر امتى عبالي سافر، امتى عبالي اعمل فاكيشن، امتى عبالي اشتغل اعمل هالبروجي. هلا هلا لا، في شخص معي بيشاركني بالحياه. لا. يعني انا مثلا اذا عبالي مثلا اني اعمل شو استعراض جديد بدي اقول له لوليد بس لننظم حياتنا، هو لا. نوع من تنظيم مش عم بياخذ اذن يعني. الثنائيه شيء مختلف عن الفرديه. صح. بالحياه يعني. صح. في هيك وفي هيك. مزبوط. تجربتين كل واحده تجربتين مختلفين. لا. فهي الزواج شو له معنى بدون مشاركه يعني. لا. انا القرارات هلا بنتشارك بالقرارات، مش معناتها انه لا هو عم لا عم بطلب اذن ولا حدا عم بطلب اذن من الثاني، مش بهالطريقه بشوفها. لا. بس حسيت حالي فجاه انه انا بدي شارك شخص قبل ما اخذ اي قرار بحياتي. هل ممكن يتحول بالمستقبل يعني الى منتج ايضا لاعمالك؟ لحد هلا مش عم انه كتر خير الله ما احتجنا انه يعني انا عن جد بشكر روتانا لحتى فتت بالمغامره مثلا. مثل استعراض السيده. بس وليد انا بعرف انه هو قد ايه عنده استعداد، شو ما قدر يساعدني يوما ما يكون سبورت لإلي ما بيقول لا، بس انا كتر خير الله ما احتجت ابدا يعني. نعم. دائما عن جد بمجهودي الشخصي قدرت اوصل للي بدي اياه. طيب شو ممكن تقولي اذا عم نحكي عن الاستاذ وليد مصطفى لابد انه نحكي عن مصر يعني. أكيد. حضرتك اليوم جزء من حياتك. صح. مش بس شغلك، حياتك الشخصيه صار جزء الاكبر منها بمصر او بين لبنان وبين مصر. خلينا نقول مصر فتحت لك ابوابها اصلا قبل ما تتزوجي. مزبوط. مصري شو بتقولي لمصر الليلي وشو بتخبرينا عن مصر يعني؟ كيف فهمتيها؟ كيف تعاملتي معها؟ كيف هي تعاملت معك؟ بحب الروح الموجودة بمصر، بحب. نعم. روح الشعب. نعم. بحب رؤيته ونظرته للحياة، بس تقعد معه. نعم. بتحس الحياة حلوة، نظرتهم للحياة فيها فكاهة، فيها ضحك دايما. نعم. بحب الشعب المصري وبحب أشكرهم لأنه أنا أول انطلاقتي العربية صارت من خلال مصر صراحة، فأنا بحس هالشعب بحب بادره بالشكر لأنه أنا هو توجني. نعم. كنجمة عربية، لأن كنت أنا بلبنان بعدني من ضمن المسرح، ما كنت مشهورة لما كنت بس بالمسرح، فأول انطلاقتي كانت عربيا من خلال مصر، فأنا عن جد بشكرهم. نعم. تاريخيا هي حاضنة لعدد كبير من النجوم، من الفنانين العرب من المشرق ومن المغرب يعني. مزبوط. من القاهرة امتداد هوليود العرب من نسميها. عندي غنية حلوة كتير مصرية وحشاني دنيا في بلدي. نعم. هيدي يعني الأغنية للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بمقطع من ليلة حب ليلة حب
الفنانة الكبيرة أم كلثوم، هيدي حبيت أنا أخذ هالكنز الكبير العربي، فقررت أني أعمل موضوع وطني، موضوع الرجوع للوطن وحب وحنين للوطن. عملنا هذا الكلام وحشان الدنيا في بلدي، عايزة أروح أروح بلدي، لنبعد عن مواضيع الحب المستهلكة بالأغنيات. وبعتقد أنه الفنان الموسيقار الكبير عبد الوهاب كنت خايفة أني أقرب عليه وحط عليه أي كلام، فالتجأت للكلام إذا بدك اللي بيحكي عن الوطنية وعن في أغنية حب لمصر وللوطن بشكل عام. حضرتك كاتبة على السي دي أنه هي من موسيقى عبد الوهاب، ومع ذلك هناك من كتب بالصحافة أنه هذا لحن مسروق. ده بعدم ثقافة، ما علي بده يعزوني بعض الصحفيين، هي بتدل على عدم ثقافة عند بعض الصحفيين. هذا شيء معترف فيه بالعالم، اي مطرب اذا بيستحلي اغنية اجنبية او عربية او من اي بلد كان له حق يتوجه على شركة اسمها ساسم، هي مسؤولة على الحقوق الموسيقية، بتدفع مبلغ معين وبتاخذ الحقوق وبتجددها مثل ما انت بدك، ما في شيء اسمه سرقة. فهذا شيء يعني طبيعي بيعمله اي فنان بالعالم. صحيح. ليش بتشعري او بتقولي انك بتشعري انه في البعض ببلدك بحاربك؟ يعني انا هالكلمه ما كنت حب استعملها، انه فلان ضدي وفلان عم بيحاربني، ما عندي شعور بالاضطهاد. يعني انا ماني ضحيه، ما بحب العب دور الضحيه. بس الهجوم اللي صار بعدم تقبل انه حدا عم بيعمل عمل استعراضي لاول مره، السيده وكيف انها تهجم على هالاستعراض، حسيت نوع من حتى قبل ما يشوفوه ايه غيري هيك حقد. وياما في ناس طلعت اشاعات، مش ناس، بدي اقول في بعض الصحفيين للاسف بالصيف طلعوا اشاعات وتصار في اصابه لإلي، انه لا مش مزبوط، انلغى الاستعراض لانه كان فاشل، لغى الاستعراض لانه ما عم بيبيعوا تذاكر. ونجاحنا هلا باكد قديش كانت هالاقلام كاذبه وقد كانت حقوده. كثير زعلت، انا كنت بالمستشفى باوتيل ديو لما كنت عم بقرا بعض الصحف عم بيتهمونا انه نحن ما عم نبيع تذاكر مشان هيك لغينا الاستعراض. قلت انا عن جد هالجو قد ايه بيشبه جونا السياسي، قد ايش كل ما انسان يجرب يقدم شيء جديد او شيء مختلف بتطبع ببعضها لما بنحاربه. الجو السياسي مرتب بينعكس على اجواء على اجواء. بس تتقبل النقد، يعني مفترض تقبل النقد اذا كان نقد مبني على أسس. نقد شيء والتحطيم شيء تاني، في فرق بين النقد. أنا ولا مرة اعترضت لحدا عطى رأيه في شيء عنده ملاحظات، ولا مرة اتصلت فيه وعتبته ليه كتبت هيك. كل إنسان حر وعنده ذوق، هذا شيء. بينما أنه واحد يخترع أكاذيب وأقاويل مثل قصة الشو أنه ما بعنا تذاكر هذه بوقتها بالصيف، هذا مش مقبول. لا أنا هذا بعتبره مش مقبول. على كل حال نجاحك هو أفضل جواب. راد كارول، خلينا نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيت القصيد، ضيفتنا الليلي النجمة كارول سماحة. أيضا بكلام يوصل هالمرة من مصر، رح نسمع رأي الملحن الأستاذ محمد يحيى. صوت مميز، صوت واضح، صوت فيه إحساس، صوت أول ما تسمعه تقول دي كارول سماحة، صوت لما تدي له أغنية يضيف لك فيها، مش يغني وخلاص، يدي لك بصمة عليه على الأغنية اللي انت بتعملها. بالنسبة لي من أحب الأصوات اللي وصل مصر، بتفهم في الكلام، بتفهم في المزيكا، بتفهم في المقامات، بتغني شرقي كويس، بتغني غربي كويس، عندها رؤية. بالنسبة لي بحسها بتخرج ألبومها مش بتغني، عندها رؤية، هي عارفة، عارفة هتعمل إيه في المصري، عارفة هتعمل إيه في اللبناني، عارفة لما بتيجي تقدم عمل جديد رؤيتها فيه موسيقيا عاملة إزاي. عندي إحساس إنها تقدم عمل هيبقى جديد من نوعه. أنا فرحت طبعا لما اتجوزت وبقى ليها حياة غير الحياة الفنية، حياة أسرية،
توقعاتي ان شاء الله يعني باذن الله يبقى عندها اولاد. سؤال وده بيدور في دماغنا شخصيا، يعني تجربه الكتابه، انت لما كتبتي يعني عندك، يعني انت عندك استعداد تعملي كده لناس تانية يبقى كلامك، ولا ده هيبقى ليك انت بس؟ شكرا للاستاذ محمد يحيى. يعني انا بضيف، يعني بوضح انك كتبتي اغنيتين من غنيتيهم من كلماتك، حخونك ومش طايقك. بس مش طايقك فيها كتير حب وغرام، بس هو العنوان شوي بينقز. فممكن تكتبي لغيرك؟ بتعرف على فكرة أول مرة حدا لحن شيء أنا كتبته كان الملحن محمد يحيى، على فكرة اشتقت له كتير عن جد، دايما عنا كتير شغل دايما سوا أنا ومحمد، وبحب كتير نتيجة تعاون تبعنا. هو على فكرة اللي مرة لما أول ما لحن، مش لما لحن حخونك، قال لي كارول لازم تكتب لفنانين تانيين، أنا قريته غير نصوص. نعم نصوص تانية. يقرأ مثلا قال لي مش معقول، لا مش معقول هيدا، لا ما رح اقول اسم الفنانه، نعم. هيدا لا اكس، لا هيدا كارول، خليني انا اقدم هالكلمات لاريون لفنانات، نعم. بلا ما اقول له ما تقول اسمي، او ما قلت له انا ما عم تاجر، يعني ماني عم بعمل شيء لاعمل تجاره او لاقول عن حالي لاني شاعره ولا شيء، انا حابه اعبر عن احاسيسي وعن مشاعري بهالنصوص الكتابيه اذا بدك. طب شو المانع ان تكوني كاتبه اغاني او كاتبه شعر، يعني اذا عندك اذا عندك الملكي، اذا عندك القدره؟ بحب، بدها اول شيء بدها صبر، بدها تركيز، وانت بتعرف زاهي حضرتك شاعر وبتعرف قد ايه هذا الشغل بده صفاء، بدها يكون راسك كتير صافي، بدها تكتب. أنا شوي ملتهي بالقصص الإدارية بشغلي، لأني أنا حدا مثل ما قال محمد بحاول أن يكون عندي رؤية لكل العمل، وبعمل إخراج لكل العمل، إخراج فكري يعني للعمل. فلما انكتبت كان عندي حالي، كنت مسافرة وما كنت بلبنان، وحالة هدوء وسلام وصفاء، إذا ما كان عندي هذه الحالة ما فيني أكتب. ما أواكي يعني حخونك دفعة وحدة. ما في دغري، بحب عندي لغة مباشرة، بحب كلماتي. نعم. هالجرأة اللي عندك، هالشجاعة اللي عندك إياها، هالقوة بشخصيتك موروثة؟ يعني في حدا بالبيت هيك؟ لا والله. الحياة علمتك مع الوقت؟ أهلي الماما والبابا أشخاص كتير خجولين، نعم، وما عندهم الجرأة إذا بدك لأنا عندي إياها. بي فنان كبير، يمكن ما مارس الفن، بس بي على فكرة شاعر فظيع. شي مرة بحب أريك كتاباته بالفصحى وبالفصيح اللغة البليغة يعني، وصوت عنده صوت جميل جدا، وكان عاشق للمسرح. فأنا بعتبر أني أخذ كل موهبتي من بيي، بس بيقول لي أنت اللي عندك إيه وأنا ما عندي إيه، ومنيح اللي عندك. أنا خجول كتير وأنت كتير جريئة، شجاعة. وعندك شجاعة جدا. بعتقد أخذته من عمتي، أخته للبابا، لأنه كانت امرأة، معليش رح أقولها لأول مرة كمان، عمتي كانت رئيسة لجنة النساء في الحزب الشيوعي. فكانت تعمل مظاهرات وكانت كذا، فبعتقد أخذ هالناحية من شخصية عمتي الله يرحمها. ممكن تعطي يعني حدا من أصدقائك اللي بيغنوا، ممكن إذا حدا حب هيك قري كلماتك، ممكن؟ أكيد بعطي، بحب كهدية كتقديم، مش بالضروري كعمل بزنس تجاري. بنبسط أكيد، بستمتع أسمع شيء بصوت حدا تاني. ونضيف لقب الكاتبة لألقابك المتعددة. مش هذا الهدف وحياتك، مش هذا الهدف. أنا عم بكتب أحاسيسي، بعبر عن حالي بهالأغنيات. بشعر مش بس اللي كتبتيهم الأغنية، عموما اختيارك للكلمات وللألحان في تميز ما مختلف عن السائد، عن يعني الموجود، الموضة الموجودة، وإن كان فينا نحطك بخانة يعني الغناء الجماهيري اللي واصل لشريحة واسعة من الناس. هل تميز من وين جاي؟ كيف تختاري يعني كلمات الأغاني؟ بقول لك شغلة زاهي، أول شيء ما بحب الأغنية ما يكون فيها هدف. نعم. حتى لو كانت أغنية بوب ولايت ومهضومة فيها هدف. أغنية مش معقول عم نحكي عنها، عم تقولي عنها فيها كتير طفولة. إذا منشوف كلامها كتير في هادف. رسالة وهاتف. مش معقول شو كسرت الحواجز كلها وما حدا بيوقف بطريقي، شو مشيت وشو بكيت، وما في شيء مش معقول بحياتي. ما في أغنية قد ما تكون كان أغنية خفيفة ولا درامية ولا كلاسيكية بده يكون في هدف وراء الأغنية. ما بقدر غني شيء ما في هدف. قد ايه أغنياتك بتشبهك؟ ما بقدر يكون عندي أغنية ما إلها علاقة بسيرتي الذاتية، ما بقدر.
حسيت هالشيء وكتبته أنا ومبسوط مزبوط. إنك عم بتأكدي مبسوط جدا إنك عم بت ما بقدر أقول شيء ما بقدر أقول أغنية إلا ما بتحكي عن سيرة ذاتية شيء بمرحلة معينة بحياتي ما فيها أغنيتي ما تكون إلى صلة بحياتي مباشرة. كارول هناك من يقول إنك اخترت الفن التجاري على حساب الفن الجاد والطليعي اللي أنت جاي منه أساسا اللي هو المسرح اللي حكينا عنه بالبداية. بدي أقول لك شغلة، سيلين ديون تعتبر بوب أرتست. نعم. يعني سيلين ديون ما غنت أغاني وطنية ولا عملت أغاني نحن هون عنا بنسميها ملتزمة، وبعتقد هي أهم صوت وأهم من أهم الأصوات بالعالم. نعم. صحيح. ومن أكثر الفنانين المنتشرين وما عامل لا أغنية وطنية ولا أغنية ملتزمة بالتسمية تبعنا. بعطي إكزامبل تاني، باربرا سترايسن، نحن أنا وياك هلأ زاهي والعالم ما كنا سامعين فيها لو بقيت بالمسرح بس. نعم. لو بقيت بس ببرودوي لا كنت أنت ولا أنا بعرفها. فبعتقد أنه من الطبيعي أنه فنان المسرحي إذا عنده صوت يحب يوصله. نعم. للعالم العربي. بالعكس أنا عم بجرب كمان من خلال صوتي وأغنيتي أني يوما ما أنا رح أرجع صب بالمسرح كل هالجمهور الجديد اللي ربحته واللي اكتسبته بمسيرتي كبوب سينجر. أنا بدي أخده مسك له إيده شوي شوي، مسكت له إيده أخدته ورجعته معي على المسرح، وأنا هيدا هدفي. نعم. ممكن نرجع نشوفك بمسرح بيشبه مسرح ميشيل جابر أو جواد الأسدي أو ريمون جبارة أو نضال أشقر؟ يعني أكيد أكيد. أنا شتويت الماضي أنا كل سنة بروح على نيويورك ببرودواي. نعم. لأحضر. بتفاجأ أنه الباتشينو. نعم. عامل كان مسرحية بس لثلاث أسابيع فقط ببرودواي بمسرح 700 كرسي الباتشينو. نعم. اللي ممكن الملايين تحب تشوفه. حب هيدا فنان حقيقي عابله كمان يعمل شيء مش بس للشهرة، يستمتع هو بدور حابب يلعبه. وفتت وحضرته ما كنت عم صدق اني عم بحضر. نعم. الباتشينو قدامي عم يمثل ساعة ونص قاعد على نفس الكرسي بساعة ونص منهز. يعني اليوم اذا احد اصدقائنا المسرحيين عم بيشوفنا عم يسمعك وبكرة بعد بكرة اتصل فيك وعرض عليك عمل مسرحي وعجبك هالعمل المسرحي، ايه ممكن تعمل؟ طبعا. طب انا بحب كتير، انا رح ارجع على المسرح وبرجع بقولها وبكررها. نعم. ويمكن بحس انه كاريرتي بنهيها بعدين بعد فترة طويلة برجع كممثلة على المسرح الدرامي اللي انا بعشقه. على كل حال هلا وجودك بمصر، يعني مهرجان المسرح التجريبي بمصر من أهم المهرجانات. مزبوط. المسرحية بالعالم العربي. العربي قدمتي مع منصور الرحباني عدة مسرحيات كارول، يعني سقراط، المتنبي، ملوك الطوائف، زنوبيا. اليوم كيف بتشوفي هالتجربة؟ كيف تستعيديها؟ كيف تطلعي فيها؟ من أهم المحطات بحياتي. نعم. مهمة، محطة كتير مهمة. إذا بدك هي بالنسبة إلي أنا لما نفت على مسرح الرحباني كان أول مرة بتفوت ممثلة حقيقية. نعم. إضافة إلى الصوت الجميل. نعم. دايما كنا نحن بمسرح الرحباني كل الممثلين الموجودين مسرح الرحباني هن مطربين. نعم. هن فقط مطربين ومع الخبرة عندهم بالمسرح صاروا يعتبروا ممثلين غنائيين. بس أنا أول مرة كنت مشان كان دمي جديد. نعم. لما فتح مسرح وأنا أول مرة بجيبوا ممثلة محترفة وعندها خبرتها بالتمثيل الدرامي. نعم. بس كان عندهم ممثل يعني شو لا أنا عم بحكي عن الممثلين عن المطربين اللي بيمثلوا. نعم. ما عم بحكي لأنه أي بس في فنان كبير أنطوان كيرباج. نعم. طبعا هو لا ما عم بحكي عن الممثلين، انا عم بحكي عن المطربين الممثلين. المطربين الممثلين. نعم. اللي معهم كانوا دائما مطربين. نعم. الصوت كان الاول. الاول والتمثيل يجي ثاني. نعم. شيء سند. انا لا كان الصوت والتمثيل بمساواه لبعضهم بمسرح الرحباني، هذا كان شيء جديد لمسرحهم وانا كان. نعم. تجربه جديده جمعت فيها كل يعني هالكم موهبه اللي عندي هون جمعتهم وحطيتهم. هل ممكن نشوفك مجددا بمسرح ابناء منصور الرحباني؟ بحبهم كثير وكثير عندي ذكرى كثير حلوه. نعم. بشغلي معهم. بس بعتبر اللي بدي اخده منهم اكتفيت فيه، يعني اكتفيت فيه من ناحيه انه يعني تجربه ووصلت للاقصى تبعها، يعني شو احلى من زانوبيا بعد بدي العب لما كتب لي الفنان الكبير منصور رحباني زانوبيا. بعتبر انه لعبت اجمل دور بحياتي بدور المسرح الغنائي، عملت الدور البنت الشعبيه، عملت الدور البنت الملكه، عملت الدور الغانيه بسقراط. نعم. عملت كل الادوار، شو بعد بدي اضيف؟ اذا تقدم لي دور في اضافه جديدة غير اللي عملته معهم قبل ممكن فكر. ممكن. بس إذا حيشي حيكون تكرار للي عملته ما رح لا أنا حستفيد ولا هنا. بس ما في فيتو بالمبدأ بالمطلق يعني إنه ما بقى اشتغل. لا ما في فيتو إلا إذا في عندهم شي فكرة هيك لامعة فيها شي شعطة جديدة. نعم. تقدم لي شيء جديد كفنانة. زنوبيا، عصير زنوبيا يعني كانت مناهضة للظلم وللاستبداد قدي بتشاركيها يعني قدي حضرتك عندك هذه المواقف بحياتك؟ 80%.
80%. عندي كثير 80% من زنوبيا، بس الفرق انه انا اضعف منها عاطفيا، يعني هي شوي اقسى. نعم. يعني هي عاطفية شوي قاسية، بتقتل بتدعس تدعس على عاطفتها نهائيا لحتى تحقق اهدافها، انا ما فيني. عاطفتك بتغلبك رغم الشخصية القوية، رغم الشجاعة اللي فيكي، بس دمعتك قريبة كثير. وعندي سذاجة الأطفال قلت لك عنها بأول الحلقة، يمكن هيدي اللي ما بتغيب عن شخصيتي اللي هي بالفطرة عندي إياها. فالفرق بيني وبينها إنه هي شو قادرة تكون أقسى مني زنوبيا، يعني بتدعس على عاطفتها نهائيا، أنا ما فيني هالقد يكون قاسية. لا، حضرتك بنت بيت مثل ما قلنا يساري ومناضل وقلو يعني علاقة بالسياسي وبال... ليه ما خطي تجربة حزبية؟ أنت بنت الحرب كمان. صح. كارول، وكان يعني بوقت الأوقات معظم شباب وصبايا لبنان منخرطين بالعمل الحزبي يسارا. مزبوط. ويمينا وشرقا وغربا. بصراحة الماما لعبت دور كتير، كان ضد هذا الموضوع من نحن وصغار، خاصة أنه البابا كان مسؤول حزبي كتير مهم بالحزب اليساري الشيوعي، فكان عندها خوف. لأنه أنا ما بنكر أنه وقت كنت صغيرة كذا مرة كنا بالليل كنا نايمين يدقوا الباب يسحبوا بي على التحقيق. فعشنا كتير هذا القلق بالبيت. فالماما كان لأنه عندي خيين شباب أكبر مني، كان عندها خوف خاصة أنه الشباب يروحوا مع بي أو يروحوا لأي حزب تاني. فكان عندنا كتير هالغسيل الدماغ من قبل الوالدة أنه ما تنتموا لأي شيء، كون عندكم ثقافة فكرية وثقافة حزبية بس ما تنتموا عمليا، لأنه هالشي ما رح يوصلكم لمطرح. لك والوالدة قديش كانت واعية بوقتها هيدي. فأنا كتير تجارب حزبية وصلت لحيط مزبوط. صح. فأنا بعتبر أنه أنا كتير استفدت فكرياً من سقافة بيي. نعم. كان عندي إعجاب ببعض الأفكار اليسارية اللي بعد في منها وصلت لحيط ولكن الأفكار بالمبدأ يعني بتضل يعني الانحياز للحرية وللعدالة الاجتماعية وللفقرة، هدول قصص العناوين الكبيرة أنا هيدي كتير بأيدها. نعم. بس إذا بتفوت بالتفاصيل أنا عندي كتير قصص ما بوافق عليها. نعم. فبعتبر حالي كائن حر، ما بحب انتمي، مش بحب، بعمل السنتاز تبعي. نعم. بعمل خلاصة زاهي. نعم. شو بهيدا الايديولوجية، شو بيعجبني، شو بلاقيه قريب من تجربتي من يومياتي بحياتي، شو في استفيد منه، وبعمل خلاصة الشخصية. حلو الفنان يكون مستقل، يعني إذا كان مغني ممثل شاعر إلى آخره موسيقي. بس علاقتك بالسياسة كيف عموما، يعني بتتابعي ما يجري في الوطن العربي اليوم، ما يجري في مصر بلدك الثاني، أو ما يجري في لبنان؟ ما بخبي عليك، إيه بتابع. بحب يكون عندي ثقافة سياسية، بحب أعرف شو عم بيصير. ريت كمان مؤخرا كتاب جورج كرم عم بيحكي فيه تحليل المنطقة بالميدل إيست. ليش نعم. ليش وصلنا لهون؟ ليش من كبار المحللين والمفكرين اللبنانيين. صح. والعرب. مزبوط. صحيح انك اعتبرتي لما كان في احتمال عدوان امريكي على سوريا، قلتي انه هيدا اول مره بحياتك اول مره تحكي سي... نعم قلتي انه هيدا لتامين مصالح اسرائيل. أكيد. هذا 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 العدوان اكيد صراحه المحتمل، يعني لحسن يعني حظ ما حصل. صح، انا كنت ضد هذا الشيء، كان التدخل الامريكي ابدا كنت ضده، لأنه كنت برأيي أنه هيدي نوع من إذا بدك أمبلاج. نعم. أمبلاج لنوصل لأهداف أخرى. ما بدي أكيد أحكي فيها بالتفاصيل، بس ما اعتبرتها هالقد، ما شفت، يمكن عندي قراءة أبعد بكتير. نعم. من أنه هذا مجرد هجوم وسلاح. نعم. ومش حرص على الشعب السوري وعلى حرية الشعب السوري. في ناس اعتبرت أنه أنت أنت مع يعني النظام، مع النظام، أو أنت مع، قلت لهم بغض النظر أنا رأيي مع النظام السوري ولا مع ضد ضد النظام السوري، هيدا تدخل مسيء للطرفين وما راح يكون مفيد يعني على المدى البعيد بالمنطقة. نعم. عنا العربية خطر جدا. نعم. وحلو الواحد دائما يكون ضد التدخل الأجنبي ببلاده شو ما كان. سبعة. هدف هذا هذا طبعا. تدخله تحت أي شعار. رح توقف للمرة الأخيرة ثم نتابع بيت القصيد. وتعودت حياتي ببعده، أنا فكرت رح أموت من بعده، وتعودت حياتي ببعده، أنا فكرت رح أموت من بعده، وتاريكي يا إنسان معود على النسيان، سبحان اللهك بطل حدا سئلان، هيدي حال الدنيا ناس بتجي وبتروح، أنا ما بجرح حدا قلبي بتجي وبتروح،
مشاهدينا وصلنا للقسم الأخير من بيت القصيد مع الفنانة النجمة كارول سماحة. وقبل ما نشوف علامة فارقة كنا عم نحكي شوي عن وجهة نظرك هيك وعلاقتك بالسياسي. ما بدي فوتك بدهاليز يعني السياسي بمصر وما يجري في مصر، بس أكيد بتتابع اللي عم بصير بمصر. صح. سؤالي هو على أبواب العام الجديد، شو اللي بتتمنيه لمصر من خلال متابعتك لما يحدث وما يجري؟ بتمنى أنه تتم انتخابات رئيس الجمهورية مثل ما لازم، وبتمنى أنه يكون السيسي هو رئيس الجمهورية. ليه؟ ليه؟ هذا تصريح هيك مباشر دغري. مباشر نعم. ما بعرف ليه بيذكرني شوي بمواقفه بزعيم الكبير جمال عبد الناصر، بشجاعته. نعم. بطريقه معالجته للامور. بحب رؤيته السياسيه، وعم بيشتغلوا على طريقه للنمو الاقتصادي لمصر، لانه بالنهايه مصر في فقر كثير قوي بهالبلد، واذا هذا الموضوع ما انحل المشاكل رح تضلها. نعم. بالتالي رح يضل في ثوره، بضل في جوع، يعني رح يصير في ثوره. في كثير مثقفين احيانا بيخافوا من حكم العسكر، من حكم الجيش، يعني يجي حدا من الجيش ليحكم، انه ممكن يكون. صح. يعني متشدد. ما عندك هالخوف؟ حسب شخصيته هو لهذا. نعم. الشخص، وحسب شو الرؤيه اللي مقدمه لهالبلد. نعم. الفيجن تبعه. في فاشيست، يعني في ناس فاشيست كانوا. نعم. مثل موسوليني مثلا، هيك ناس بتخاف منهم، مثل هتلر شو عمل. نعم. كمان هيك ناس بيكون في جنون العظمه وفي عقد. نعم. نفسيه ممكن تكون. نعم. مأذي لمجتمعه. نعم. على المدى البعيد. بس انا بعتبر انه السيسي عنده اعجاب مش من هذا الصنف، لانه في وعي وفي حس انساني. نعم. عنده، وما عنده جنون العظمه وحب الظهور، يعني اكثر ما انه فعلا عنده حبه لمصلحه بلده ولوطنه. صار عندك حق الانتخاب، يعني صار عندك الجنسية المصرية؟ لا بعد. هلا صرت ريزيدنت، يعني مقيمة طبعا. نعم. بس بحق لي اكيد بالجنسية بعد ما في كم سنة من الجواز. نعم. يعني اكيد لو كان بحق لك الانتخاب كنت انتخبت السيسي. بنتخب السيسي. ايه بنتخبه، بحبه، بحب يعني. انا لما بيكون في هالقد شخصية اراء بضو الشمس واضحة قدامي، ايه بنتخبه وبقول اسمع العالي. نعم. على كل حال متمنى كل الخير لمصر. دائما يقال انه اذا كانت مصر بخير العرب كلهم بيكونوا طبعا. نحن المناطق العربيه متاثر ببعضنا، كيف تا دوله مثل مصر. ان شاء الله مصر بترجع تلعب دور الريادي بالعالم العربي. ان شاء الله. خلينا نشوفك بعلامه فارقه. قبل العرض بقليل، كل شيء في مكانه تماما كما تشتهي نجمة العرض. وهل يجرؤ ضوء أو خوف أو تردد على مواجهتها؟ المسرح ملعبها. هنا تبوح كارول سماحة عبر الرقص والغناء بكل أسرارها. فراشة المسرح الغنائي لم تستسلم لقدر. قلن يا حبيبي قلن هي اللي قلبي حبها، مدام القصة كبرت ما عندي شي يتخبى. شكسها الحظ فطوعته حتى بات حليفها الدائم. هيدا يا عمري قدرنا، ولا قوي بتفرقنا. هذا اللي كنت يعني عم حسه قبل بيوم كمان شوي. فنانة تتلون كقوس قزح في عالم الغناء الشبابي والاستعراضي، تبقي عينا على مسرح المدينة وعينا أخرى على المدينة ذاتها. تحية إلى كارول سماحة سيدة التحديات الجميلة. من المسرح إلى التلفزيون، خط تجربة التمثيل الدرامي بمسلسل الشحرورة. كيف رضاكي على تجربتك بالشحرورة؟ بس اطلع لورا بلاقي انه عن جد خطوه كثير كثير جريئه من قبلي. نعم. في كثير فنانات بيهربوا من هيك. نعم. تجارب من. نعم. هيك خصوصا شحروره بعد الله يطول عمرها بعدها على قيد الحياه، وحافره مطرحها بذاكره كل يعني مشاهد عربي. صح. ودور هالقد صعب. فخوره بهالعمل لانه بحس انه دائما كنت حس انه هذا حيعيش،
يعني مش بس بعدين أو بعد ما يطول عمرها الصبوحة، حتى بعد ما طول عمري أنا بعد ما تبزرع عمود هالعمل رح يعيش على طول بصمة طويلة بالرغم من الانتقادات والقصص اللي انكتبت نيجاتيف وبوزيتيف وكل شيء. ولا نهار أبدا ندمت على هالمسلسل، كتير معجبة. راضي عن أدائك، عن كيف قدمتي شخصية سيد الصباح؟ أنا كنت عارفة حالي أني كشكل أنا ما بشبهها، بس كان عندي هدف أني أنا المشاهد أديها بإحساسها الصح ليوصل كل مشهد احساسه مظبوط للناس. ولما الناس اول بعد اول حلقات نسيوا قصه الشكل والتشابه بيني وبين صبوحه الصبوحه، لما نسيوا هالموضوع دابوا فاتوا المسلسل واستمتعوا فيه. فانا لا هلا اذا بدي اعيد التجربه برجع يمكن بعيدها نفس الشيء، بس ما بعمل تجربه ما باخذ الفقره الطفوله اذا بدك. هيدي اللي بصلح فيها، يعني برجع بفوت من صباح لما كان بلش تبين بشعر الاشقر، ما بعمل صباح الشعر الاسود، كنت بترك ممثله يمكن تعملها غيري اصغر مني او شيء، مش بس قصه عمر، حتى قصه انه مش معقول كان بيلعب خمس اعمار. انا كنت خوطه مجنونه، يعني لعبت خمس اعمار من عمر لصباح، وهذا ما في ولا اي ممثله بالعالم تلعب اوتوبيوغرافي لخمس مراحل عمر، يعني خطره هيدي الشغله. دائما بيجيبوا عده ممثلين واخر شيء لادوار لمراحل زمنيه مختلفه. هل ممكن تعيد التجربه؟ يعني ممكن نشوفك بعمل درامي تلفزيوني اخر او غير درامي يعني؟ ايه بس مش سيرازاتيه، لانه متعبه عبالي شيء بين انا اكون حره بتمثيلي، ماني مقيده بشخصيه معينه. بس انا بدي لك شغله، عملتي كمان كليوباترا؟ عملت عملت كليوباترا ثلاث اجزاء بس، بس كان بس ضمن لبنان يعني. عملت كان في مسلسل جاردينيا انتاج اردني بال 97 98 بعد كنت مخرجه من الجامعه هذا ما معنا خبر. مسلسل نورا بلبنان، مسلسل اسمه هلا، كان عندي تجارب تلفزيونيه. لقول لك بصراحه من الاخر زهي، انا ما بحب التلفزيون. ما لقيتي حالك؟ ما بحب كل عمري ما بحب التلفزيون اول شيء. انا بحب يا اما المسرح يا اما السينما. السينما فيها شغل على التفاصيل، في دقه. مثلا فيلم سينما بالنهار بيصوروا مشهد او مشهدين ماكسيموم، بالمسلسل بتعمل 12 و13 مشهد بالنهار، سلق تجاره ما كان ماشي، خصوصا هلا بالتسابق الرمضاني يعني. كل المسلسلات بقى تنعرض بشهر رمضان المبارك، وكل الناس بدهم يلحقوا تجاره بحسه سلق يلا نسلق المشاهد، نسلق المشهد نخلص، المنتج بده يخلص، بده 12 مشهد بالنهار. ما بتشتغل على احساس وعلى التفاصيل مثل ما بتشتغل بالسينما، مثل ما بتشتغل بالمسرح مع التواصل المباشر مع الناس. بالسينما خصوصا انك هلا بمصر يعني عندك تجربه هيك، يعني فينا نعتبرها بسيطه. ما مثلنا بحر النجوم، كنا هيك مثل ضيوف يعني بهال فيلم، ما بعتبره فيلم رسمي. هلا اذا انعرض عليك بمصر عمل سينمائي هيك، ان شاء الله اول شيء ترجع السينما بمصر لعزة، لانه انا كثير زعلانه انه من ورا من وقت الثوره لهلا انتاج السينمائي رجع. يعني كانوا يعملوا 70 مثلا فيلم بالسنه، صاروا عم يعملوا 10. عم بتشوفي اثر التحولات اللي حاصله بالوطن العربي على الفن سلبي اكثر ولا ايجابي؟ يعني بمعنى سلبي. سقف الحريه عم يرتفع ولا لا عم ينخفض والانتاج عم بضيق لا انا بلاقي انعكاسات. نحن عم نمرق بمرحله كثير سلبيه، مخاض، وبالعكس عم بيعكس سلبيا على الفن، لانه الفن هو مرايه لشو عم بيصير بحياتنا الاقتصاديه وبحياتنا السياسيه. بعدين للاسف مثلا ما بدي اذكر اسماء، هلا رواد السينما بمصر شركه انتاج عم تعطي افلام منا بالمستوى المطلوب اللي احنا تعودناه بالسينما المصريه. ما راح اذكر مين هالشركه الانتاج، بزعل. انا معروفه انا بزعل يعني، مثلا انه صاروا هن بيجوا اقبال وشباك تذاكر والناس على هيدا النوع، ولو انه مصر كان وين العز النصوص والكتابات والمخرجين. في مرحله تغربل اذا بدك، نحن هلا مرحله جسر، عم نمر من مرحله لمرحله، عم ننظف، عم بصير في تنظيفات. مرقنا بمرحله انحطاط من 4-5 سنين قبل الثورات، مرحله هالموجه الاغراء وموجه الفن الاستهلاكي او والاغراء، هيدي الحمد لله تخطيناها. هلا عم بتغربلوا، عم بتنظفوا، في فلتراج عم بيصير. بعتقد ان شاء الله انه بعد سنتين ثلاثه تكون نضفت هالموجه هيدي نهائيا. من انا دائما يعني هيك بسال عن موضوع القراءه والكتابه وهالمسائل هاي، انطلاقا يمكن من هاجس شخصي عندي طبعاً، ومن حبي انه يعني القراءه تضل موجوده بعالمنا العربي. كيف علاقتك بالكتاب بالقراءه؟ علاقتي حلوه كثير، بس علاقه مزاجيه.
ممكن بسنة أقرأ أربع كتب، ممكن يمرق سنة ما حط ولا كتاب بين إيدي. هيك الحال حتى أربع كتب كتير قليل بالسنة. إيه لا بس أنا على فكرة أنا ما بقرأ، أنا رح أقول كلمة ببلع كتاب. نعم نهمي يعني قارئة شريحة فينا نقول. بعدين كتاب بياخد معي مثلا شهرين بتصفح وبأيد، عندي دفتر دايما موجود بأيد القصص اللي بتعلق على راسي أو بتمسني مثلا. قارئ أنا بفضل أنه واحد يقرأ كتاب أو كتابين بالسنة ويتعلم منه شيء. في ناس بتقرأ 20 و30 كتاب ما في شيء بيعلق عليها. قراءاتك كانت مفيدة بحياتك المهنية والإنسانية كتير. في كتاب قريته اسمه Conversation with God، حوار مع الله سبحانه وتعالى. هيدا الكتاب بنصحه فيه، بنصحه لكل القراء. لمين الكتاب او وين يعني؟ ما رح اتذكر مين كاتبه. نعم. بس اسمه كان معروف ومشهور. نعم. Conversation with، حوار مع الله، في منه بالفرنسي وبالانجليزي ومترجم. اذا في ناس عندها شكوك بايمانها وشكوك بمسار حياتها. نعم. وفي عندها علامات استفهام على أمور ما بيقدر يفهمها بحياته، كلنا عندنا علامات استفهام وعندنا شكوك، والشك طريق اليقين. صح. نقرأ هالكتاب لأنه هالكتاب بيعطيك حكمة بالحياة، تعرف. نعم. كيف تعمل قراءتك الشخصية للحياة. أي أنواع قراءات أقرب إليك؟ أي أنواع كتب يعني؟ الأدب، السيرة، التاريخ، الجغرافيا؟ بنوع كتير. نعم. ما بعلق على نمط معين، بنوع. وفي عندي شغلة غريبة شوي، لما بقرر أقرأ كتاب ما بقدر أقرأ كتاب واحد نفس الوقت، بكون فاتحة ثلاث كتب، واحد سياسي، واحد أوتوبيوغرافي، واحد مثلاً ضحك. نعم. حسب مزاجي، مثلا بفتح الكتاب السياسي بقرا شوي منه، بعد الظهر بكفي بالكتاب السبيريتويال. نعم. الروحاني. بنوع كثير، بس اكثر شيء بميل للقصص الروحانيه. نعم. بقرا لدالاي لاما كثير. بقرا كثير ل كوتش، لايف كوتش بالحياه. نعم. لايف كوتشز يعني مثلا مثل ديل كارنيجي، في كتاب معروف. نعم. اسمه ذا سيكريت. في ناس بتفكر. نعم. انه هذا هو الكتاب القصه كلها، لا، هيدا الكتاب The Secret بس للمشاهدين، مأخوذ لكاتب كتير مهم من أكثر من 25 سنة اسمه ديل كارنيجي، اسمه Stop Worrying Start Living. The Secret مأخوذ من هيدا الكتاب، اللي بيقرأ هيدا الكتاب بطل يعني له The Secret. لأن هول القصص كيف نعطي طاقة إيجابية للناس، نساعدهم كيف يتأقلموا ويعملوا مانجمنت للستريس تبعهم بحياتهم. أنا هدول الكتب كتير بقريهم. بتفكري يوما ما تعمل كتاب مثل ما بيعملوا النجمات العالميات؟ لأنه عندي شيء كتير مش بتخبر قصة حياتي. نعم. لا يمكن تجربتك، مش بالضرورة قصة حياتك كسيرة يعني. صح. ولكن شيء تعلمتيه بهالميدان. عندي شيء أقوله. إيه عندي كتير أشياء أحب أقولها وشاركها للقراء، عن تجارب وعن صراعات عشتها بداخلي أنا كإنسانة، كيف تخلبت عليها، يمكن هذه تفيد بعض الناس بصراعاتهم الشخصية بحياتهم. إيه عندي كتير شيء يقوله للعالم وعبالي أكتب كتاب. كارول سماحة، مين بتسمعي يعني؟ بتسمعي كارول سماحة ولا بتسمعي حدا من؟ لما كارول سماحة بكون عاملة ألبوم بتكون مش قادرة تسمعه أبدا يعني. قد ما بكون خلص دينية تعبه من الأغنيات ما بسمع شغلي إلا ما يأخذ مسافة من شغلي وابتعد عنه، برجع بسمعه بعد سنة. بعد هيدا شو نوع الأغاني اللي بتسمعيها أو الموسيقى؟ إذا بقول لك بسمع أجنبي كتير، بحب. نعم. بحب البوب. نعم. بسمع أجنبي أكتر من عربي. ممكن تغني بالإنجليزي أو بالفرنسي؟ بغني كهواية لإلي. نعم. بس إني غني على المسرح أجنبي لا، مش احتراف. في عندي صندوق كبير للسيدة أم كلثوم. كل أعمالها من وقتها ما كان عمرها 14 سنة لحديد آخر ألبوم موجود عندي بصندوق محتفظة فيه، بعتبره كنز. أم كلثوم سيدة بتعمل، بتاخد تنقلني لمراحل صوفية إذا بدك، ما بعرف، من السكر. نعم. بالفن ما بحصه مع غيره. هل إذا رجع فيك الزمن لورا بترجعي تحترفي الفن ولا ممكن تختاري طريق ثاني؟ لا، برجع بعيد الفن. بترجعي تحترفي الفن. أكيد. بتشعري أنه القدر بحياتك كان إلى جانبك أم كان ضدك؟ أنا عم بحارب أنا وياه ضده كل الوقت. ضد كل الوقت هو عم بيشدني هيك وأنا عم. مع كل هالنجاحات والقدر ضدك؟ لا، مش معقول. لا، شي مرة بنعمل حلقة تاني زاهي. نعم. قلك قديش حاربت الظروف وقديش حاربت قدري أنا لحتى أوصل علي بدي إياه. نعم. أنا قلت لك إنك عصامية وبعرف هالشيء، ما كنت عم أقوله عن عبث. اعتذرتي عن إحياء حفلات بليلة رأس السنة. مزبوط. كما يفعل يعني. مزبوط. عادة الفنانين المطربين والمطربات. ليه؟ سببين. أول سبب، أنا صار لي 6 أشهر عم اشتغل على السيدة، وكل شهر ديسمبر عم نعرض السيدة. نعم. فما حاسة حالي بعد هالاستعراض الحلو والكبير اجي أعمل حفلة عادية على رأس السنة. نعم. تقليدية مثل أي حفلات، حسيت عيب
مش عيب، يعني عيب بحق التعب اللي تعبته. نعم. بالسيدة شباب التاني كمان صراحة أنا ها أول مرة يعني بعيد رأس السنة مع زوجي، حابة إنه هالسنة يكون أنا وياه على رأس السنة، ما إنه عندي يكون أنا وياه، ما حابة إنه يكون عندي شغل راح أغني يعني، لا حابة يكون هالنهار لقلو. شو هي أمنياتك بالعام الجديد يعني، سواء على المستوى الشخصي الفردي أو على المستوى العام كمواطنة وإنسانة لبنانية وعربية؟ على المستوى الشخصي شغلتين، بحب إنه يكون في جولة للاستعراض السيدة قريبة، وبحب يكون عندي بلش أشتغل يكون عندي طفل إن شاء الله، بحب يكون أم كتير كتير إن شاء الله. هيدي على الصعيد الشخصي. على الصعيد العام إن شاء الله يصير في وعي أكتر ثقافي ورؤية سياسية أبعد للعالم العربي وللشعوب لتوعى وتعرف شو عم بيصير فيها، لأنه عم نروح لمتاهات كتير خطرة. بتمنى الثقافة والتوعية السياسية لكل الشعوب العربية لحتى عن جد، لأنه عم بيبنوا مستقبلهم بإيدهم، ينتبهوا. أنا بتمنى لك كل الخير. مرسي. وينعاد عليك إن شاء الله، بتكون سنة 2014 وجه خير عليك إن شاء الله وعلينا أكيد، ومن خلالنا على المشاهدين بكل أنحاء العالم. مرسي. أنا بقول لكم عن جد كمان ينعاد على كل المشاهدين وعليك زاهي وعلى عائلتك الحلوة، وبدي أقول لك إنه إن شاء الله يا رب السنة الجاي بروجرامك يفتتح على أيام حلوة وفرح وكل سلام، ما يكون في بقى نزاعات بالعالم العربي. الله الله يسمع منك. بشكرك يعني، وبشكر ماريو القسطى مدير أعمالك على تعاونه معنا، بشكر جميع المشاهدين، برجع بتمنى لكم من كل قلبي كل خير وحب وفرح وجمال، وإن شاء الله المآسي اللي عم نعيشها بتزول وما بيبقى ولا بيت إلا مضوى بالأمل وبالفرح، ونلتقيكم العام المقبل على خير.